الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع السنن ومع شرح أصول الإيمان، أما كتاب السنن ما زلنا مع كتاب الأيمان والنذور، باب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. باب من نظر أن يصلي في بيت المقدس. روى المصنف بسنده الصحيح إلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلي ها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلي ها هنا. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن. قال أبو داود: روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جدا، لنا فيه مسألة معينة، هي مسألة من أهم المسائل، وهذه المسألة هي مسألة تغيير النذر. ومسألة تغيير النذر مسألة مهمة، هل يصح المرء أن يغير النذر إلى غيره أم لا؟ هذه المسألة مستقاة من هذا الحديث. الرجل نظر إن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي ها هنا. قال: إني نظرت في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. قال: إني نظرت في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا. فلما أصر الرجل قال له: شأنك إذن. يعني نفسه لم ترتح لذلك، هو يرى أنه علق هذا على بيت المقدس والصلاة في بيت المقدس. العلماء استقوا من ذلك لما قال له النبي: يصلي هنا، يعني في المسجد الحرام، لا سيما أن النبي قال أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فعلمنا أن تغيير النذر إلى ما هو أفضل يقبل، يعني لا يصح إلا عين النذر الذي قد عينه المصنف الناذر، إلا أن يكون إلى الأفضل، إلى الأكرم. فلذلك لما قال له أنه نظر أن يصلي في بيت المقدس، الصلاة في المسجد الحرام لا تدانيها الصلاة في أي مسجد آخر، حتى المسجد النبوي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فالصلاة في بيت المقدس لا يدانيها صلاة في أي مكان آخر. فلذلك لما قال: أنا نظرت أن أصلي في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فلما قال ذلك قال: شأنك إذن وإياكم. فقال: صلي ها هنا. قال: أنا نظرت في بيت المقدس. قال: شأنك إذن، يعني افعل ما أردت وما ارتحت له نفسك، لكنك ستشق على نفسك، وأنت في بيت الله الحرام أفضل صلاتك من صلاتك في بيت المقدس. إذن تحويل النذر إلى غيره يصح من الأدنى إلى الأعلى، ولا يصح العكس، يصح من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى ولا يصح العكس. نادر، بارك الله فيك، أحسن الله عليك، عليكم السلام. وفي رواية عن عبد الرحمن عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي، وقلنا رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم السلام ورحمة، قلنا بأن أن 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 إبهام الصاحب لا يضر بالسند، ولأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. قال عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال النبي: والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هنا لأجزى عنك صلاة في بيت المقدس. احنا قلنا بأنه آمين جزاكم الله خيرا، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقسم، مع أن الله قال: واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين من الأهمية بمكان، قال علماؤنا: إذا أقسم إذن
القسم من النبي دون أن يستقسم على أمر جلل، على أمر عظيم. والأمر العظيم هنا بيان أن 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 الصلاة في بيت الله الحرام أعظم من الصلاة في بيت المقدس، فلا يهولنك الأمر، كن على ذلك وعلى الجادة فصلها هنا. لكنه ما ارتاحت نفسه إلا أن يسافر، فله ذلك، قال له شأنك إذن، عليكم السلام وبركاته. لكن هذا الإسناد ضعيف، في يوسف بن الحكم بن أبي سفيان والد الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير، وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وأبوه، كل هؤلاء مجاهيل، فهو مسلسل بالمجاهيل، مسلسل بالمجاهيل. قال المصنف باب آخر، باب في قضاء النذر عن الميت، باب في قضاء النذر عن الميت. روى المصنف بسنده قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب، قرأت على مالك النجم، إذا ذكر حديث مالك النجم، عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. آمين آمين. وعليها نذر لم تقضي، والنذر المذكور وقيل كان صياما وكان عتقا وقيل كان صدقة، فقال له إن عليها نذر، ماتت عليها نذر، أفأقضي عنها؟ قال أقضي عنها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الوفاء بالنذر وقضاء ما على المرأة أو الرجل الذي مات وكان قد نذر ولم يفي بنذره، وجب الإفاء بالنذر، الإفاء بالنذر من أصل المال قبل الميراث، لأن النذر دين، والدين يقدم على الإرث، لذلك نقول والدين دينان، دين الله ودين البشر، أما دين البشر فباتفاق أنه يبدأ به، ولا إرث ولا توزيع للميراث حتى ينتهي من الدين، هو دين البشر. ودين الله على خلاف، الشافعي والحنابلة قالوا لا بد من إيفائه من أصل المال كالزكاة أو كالحج، أما الحنفية والمالكية يقولون لا زكاة ولا حج إلا إذا وصى بذلك. وقول الشافعية والمالكية والحنابلة هو صح، والدليل يدل عليه أن النبي قال دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. وفي كل قضاء قال المالكية والحنفية لا بد من أن يوصي بذلك، وإلا فلا يكون المال مال ورثة، وهذا خطأ مبين، لأن هذا متعلق بعين المال. وأيضا الحديث عندنا يكفي أن النبي قال اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. وروى المصنف بسند صحيح عن ابن هشام عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من العبادة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها يعني نظرت نظرا أن تصوم شهرا، وفى الله لها ما نظرت له فلم تصم الشهر حتى ماتت، فقال صومي عن أمك، أو قال اقضي الله، الله حق بالقضاء. العلماء هنا يتكلمون على مسألة الصوم، الإمام أحمد جعلها على النذر خاصة، جعلها على النذر خاصة، إذ العبادات البدنية لا نيابة فيها، والشافعي في القديم قال على كل شيء، النبي قال من مات على صيام صام عنه وليه، والبهقي نقل أن الشافعي قال إن صح الحديث قلت به، وقد صح الحديث أنه صوم عن أمك. وقال به الأوزاعي وأحمد الشافعي أحد قولي، قال البهقي في الخلافات هذه السنة الثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، والإكرام والجمهور على أن صوم الولي ليس بواجب،
لكن أهل الظاهر قالوا بواجب، لأن النبي قال من مات عن صوم صام عنه وليه. وفي رواية النبي فأمرها أن تصوم، والأمر على الوجوب. فالحق هنا الصيام ليس بواجب، هو مستحب، لأنها ليست ملزمة على الصيام من أول من ابتداء الأمر. وذهب الشافعي في المعتمد الجديد إلى أنه لا يصام عنه مطلقا، وهذا قول الحنفية والمالكية. وقال الليث وإسحاق يصوم عنه النذر فقط. فعندنا قول يصام عنه هو قول الشافعي في القديم، حفظكم رب جميعا، عليكم السلام وبركاته، يصام عنه لأن النبي أمرها أن تصوم عن أمها. القول الثاني لا يصام عنه، لا يصام عنه مطلقا، وهو قول المالكية والحنفية والشافعية في الجديد. وتوسط الإمام أحمد وقال يصام عنه بالنذر، وهذا لأن الصيام عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها ولا وكالة فيها. الأصل في العبادات البدنية لا وكالة فيها، نعم. فقالوا إذن لا صيام مطلقا. والذين قالوا بالصيام مطلقا قالوا بأن النبي أمرها أن تصوم، وفي رواية اغضوا الله فالله أحق بالقضاء. والتوسط هو أحمد قال السياق يخالف التأصيل العام. التأصيل العام أنه لا نيابة في العبادات، ولكن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها، وجدنا أن السياق مقيد بالنذر، السياق مقيد بالنذر، لذلك قال يصوم عنها إن كان نذرا. والرواية من مات عليه صوم صام عنه وليه أعم، فيحمل المطلق المقيد ويحمل الخاص على العام. فيكون الحق في هذا الباب أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، سواء بالنازل أو غير النازل. وذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، بل يبقى العمل العموم. وش كيف هو فرد من أفراد العموم؟ في قوله أمرها أن تصوم عنها، وقال من مات عليه صوم صام عنه وليه، ده مشابهة مطابقة. والمسألة تعلق الشفاية على صحة الحديث، والحديث قد صح، فيكون الصحيح في هذا أنه يصح الصوم عن الميت سواء كان موت فجأة أو غيره، يصح الصوم عن الميت وهو واجب، ولأنه دين على صاحبه. لذلك قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. لما جاءت قالت نظرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تفي، قال تصوم شهر عنها. وروى المصنف بسند صحيح عن بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، هي أعطتها أما وليدة ماتت ردت الأما لها، قال قد وجب أجرك ورجعت عليك في المرس، قد وجب أجرك ورجعت عليك في المرس. قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر، فذكر نحو الحديث قال سومي عن أمك. هنا تقول أنها تركت الوليدة، ماتت وتركت الوليدة، قال فقد وجب أجرك ورجعت إليك، يعني بعد ما أعطت الوليدة لها ماتت فردت الوليدة لها. قال النبي ثبت الأجر حتى لو لم تذهب الوليدة، لو كان نية فقط فإنه بالنية تفوز، عليكم السلام وبركاته، بالنية تفوز، ثبت الأجر بالنية، ونية المؤمن خير من العمل، إنما العمل بالنية، إنما كل امرئ ما نوى. بل أعطت فماتت فردت الوليدة، وكانت ماتت عليها صوم شهر، فقال سومي عن أمك، أغضوا الله فالله أحق بالقضاء، أغضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال الترمذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، قال المنذري
أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. باب ما جاء في من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. جاءت امرأة النبي تستفتيه فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الصوم فيه نيابة، إن كان مات المرء على الصيام صام عنه وليه أو نظر بصوم ولم يصم حتى مات صيم عنه في ذلك. ولذلك لما قالت إن أمها كانت تصوم شهرا أفتقضي عنها، قال لها أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. قال فدين الله أحق أن يقضى. في رواية أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي قال من مات عليه صيام صام عنه ولي، من مات عليه صيام صام عنه ولي. وهذه حالة خاصة في العبادات البدنية. من صام عليه، من صام، من مات عليه صيام صام عنه ولي، ولكن هذا عام مخصوص، يعني مخصوص بأنه يكون يعني أراد الصوم ويستطيع الصوم ومات قبل أن يصوم، أما إن لم يستطع فلا صوم على أحد لأنه غير مكلف. الفوائد المستنبطة. رضي الله عنك حبيب. جواز تبديل النذر بالأعلى دون الأدنى، للعالم أن يجيب، فإن لم يجد إجابة سكت، يعني العالم قال له صلي هنا وهو لا يسكت، صلي هنا فتركه النبي، فالعالم أن يجيب، فزوج من أمامه يجر الشيء فليقطع الفتوى. جواز القسم غير أن يستقسم المكلف. في قوله اقضي عنها دليل على دلالة ظاهرة على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وذهب الجمهور إلى أنه من مات عليه نذر مالي فإنه يجب قضاء من رأس مالي، وإن لم يوصل إلا أن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط الملك احنا فيها أن يوصى بذلك مطلقا. فالنذور التي نذرها الميت والكفرات التي لزمته قبل الموت تقضى من مالك الدين اللازمة، وهذا على مذهب الشافعي أصحاب. عند حنيفة ومالك قالوا لا إلا أن يوصي بها، وصحيح أن هذا خاص من العام. فمن مات وعليه نذر وفى عنه وليه. وفي قول من مات عليه صيام صام عنه وليه الفائدة الثانية صحيح صحة القياس. الفائدة الثالثة صحة القياس. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.